كوكو شانيل الموضة ليست فقط في الفساتين والأزياء، بل هي أيضا في الطريقة التي نعيش بها وطريقة التفكير. مساء الخير مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سو فاشن، هذا البرنامج اللي يأتيكم كل اثنين على قناة النهار تيفي، وليعودكم على نقله لكل أخبار الموضة الفاشن البيوتي والريد كاربت. وأكيد ككل حلقة راح يكون معنا ضيف باش نشوفوا دريسينج الخاص به، واليوم راح نستقبلوا عارضات أزياء ونكتشفوا أكثر على مجالهم. في فقرة بيوتي راح نقف على مكياج العروس ونشوفوا آخر ترندات المركز عليها، وفي هذه الحلقة راح نتعرفوا على آخر صيحات المجوهرات لخريف وشتاء 2022. في زيارة إلى دار عنتر بوزار المتخصصة في صناعة المجوهرات، اكتشفت تصاميم فريدة من نوعها على رأسها الخمسة، وكذلك أخرى مصنوعة من الذهب والألماس. خلونا نكتشف أكثر في هذا الفيديو. البرايد ميك اب او مكياج العروس هو جانب كامل يسلط عليه محبي ومحترفي الجمال، فخلونا نعرف اكثر مع خبيرة المكياج.
رجعنا لكم مشاهدينا، والان راح نستقبلوا كل من عارضات الازياء ميساء وسيرين. مرحبا بكم معنا. ميرسي. يعني ما شاء الله عليكم، نورتوا لنا البلاطو اليوم. يلا نبداو بك ميساء حبيبتي، كيفاش حتى وين قررتي تدخلي في عالم عرض الازياء؟ انا كان عندي شغف كبير من الصغر ديالي، كنت نسرق لي طالون تاع ماما نمشي بهم في الدار. تصور تشبو دير براتيكمون كامل الوقت ديالي كان كنت نتصور، وكان بيان سور الحلم تاعي كما حلم كل الفتيات انهم يدخلوا لهذا العالم اللي هو عالم الموضه، هو عالم الفاشن، اللي هو عالم لي فيتمون اي تو. سيتي لو غيف. وانت سيرين كيفاش اكتشفتي شغفك لهذا الميدان رغم صغر سنك؟ هل لقيتي دعم من الاولياء ديالك؟ ميم سي جي 16 ans ملي كنت صغيره كنت نشوف لي ديفيلي دو مود في لا تيلي تو، وعجبني هذا لو موند ملي كنت صغيره. الوغ اختار كنت سور انترنيت شو تومبي بار هازار سور ان كاستينغ. ان كاستينغ دو كوا اكزاكتومون؟ ان شوتينغ فوتو. جو مي سو دي بوركوا با نسي زهري. سقسيت ماما و الا اكسبتي و الا توجور ايتي يعني باش دخلتي في هذا الدومين. Elle a toujours été avec moi في مون باركور هذا. طيب انا حبيت نعرف اول خطوات اللي درتوهم باش دخلتوا في هذا الدومين، هل رحتوا ديريكتومون وحدكم حوستوا دي كاستينغ ولا شفتوا وكاله اشرفت عليكم؟ انا بيرسونيلمون شفت وكاله اللي هي وكاله جلامور موديل ايجنسي. شفت باللي يعني ميو تدخلي لهذا الدومين تكوني سيكوريزي، وما كاش كيما تكون عندك وكاله مشرفه عليك، يعني تدخلي جديده ما تعرفيش، وما يكون كاين واحد يفهمك يوري لك الطريق لهذا الدومين، باسكو هو دومين كبير وواسع، وباش تدخلي له لازم يكون كاين بنادم يعرف، هو اللي يوري لك. يعني برايك هذا كان ضمان ليكم؟ فوالا فوالا بيان سور كان ضمان لينا، وانا وحده من الناس لي بارون ديالي خلوني ندخل لهذا الدومين على جال الوكاله اللي كنت فيها. كنت الوكاله اللي كنت فيها شافوا بلي لي بيرسون اللي فيها سون ريسبكتيو، بلي عباد بلي يخافوا عليا كوم سي سي ما فامي، كيما بابا يخاف عليا كيما هما يخافوا عليا. دونك سي بور سا مون بير اكسبتي باش ندخل لهذيك لاجونس. طيب احكوا لي شويه، هذه الوكاله هل توجهكم دير لكم دي فورماسيون، هي اللي تجيب لكم الخدمه تجيب لكم لي مارشي كي تخدموا؟ تفضلي. الو هذه الوكاله كما قالت ميسا تعاوننا وتوجهنا في كلش لي فورماسيون، لقى واش نسحق ونتعلموا في هذا لو دومين، كما لي ديمارش كيفاش تتعلمي تمشي بالطالون، ميم لي كاستينغ هي اللي تبعتنا هي اللي توجهنا. جوغ حنا لي دو قبل ما نروحوا يعني انتم في نفس الوكاله؟ وي نفس الوكاله. كملي تفضلي ميسا. في تو سكي كونسيرن كاستينغ اي عفسه نكون احنا نديروها سي الوكاله هي اللي تبعتنا بيان سور. سي بور سا قلت لك تروحي سيكوريزي، اي بروبليم يصرى اي عفسه تصرى تعيطي للمناجر تاعك هو اي فاغلي تو. دونك تري بيان. و لي ديمارش اللي ديرهم باش تجيب لكم عروض الازياء لي شوتينغ فوتو اللي راكم ديروهم هي يعني اللي توجهكم تبعتكم ديريكتومون تخدموا سي سا؟ فوالا اون باس لي كاستينغ بلاش نامبورت كال كليون تاني تخيرهم pour notre sécurité qui m'a قالت كيما يخافوا علينا البارون يخافوا علينا ليماج ديالكم تاني هذا مهم بالك هي اللي تحرص على الحفاظ على الصوره تاعكم تري امبورطون. طيب ميسا احكي لي على اول تجربه لك في البرومي بلوتو برومي ديفيلي دو مود اللي درتيه. على بالي بلي سي ستريسون كيما تقولي سي با فاسيل تمشي هكا بلي طالون قدام بوبليك لو بوديوم. En fait, avec le moment, c'était très stressant. Ça, genre tellement t'es heureuse, les enfants, genre à qui tu fais le résultat, Kamel ou Aounetek l'agence, voilà bien sûr le coach, l'inhayeb, le monnaie, ça va lui oser Kalia. Genre vraiment, c'est le meilleur coach. Sincèrement, Anna personnellement, كنت فاشلة يعني في تو سكي كونسيرن لي طالون. الحمد لله هو ما ابري تي ابتي وليت بيان. سينون كونسيرن مون برومي ديفيلي لي سيت يعني جاز مليح الحمد لله، مي كنت خايفه نطيح وجور سيت سي نورمال لو ستريس سيتي اون مود كون ما نديرش مليح كون نطيح كون ما عرفش نبوزي سيتي سا. مي جيتي يعني هذا ميم طيحان انا نشوفها دوكا انا نشوفو دوكا اكبر عارضات الازياء راهم يطيحو سوغ لو بوديوم ويكملو يمشو عادي. سي سا السكري كيفاه زعما تو روبخون من هذيك الطيحه بلا ما الناس يروحو. بالك السر في هذا هو الثقه في النفس. سي سا فوالا كيما هاد لاجونس تحرص على لا لين تاعنا
تاني كاين لو ريسبي ما بيناتنا سي بلوس امبورطون اي نشكرهم فريمون. طيب احكوا لي شويه الصعوبات اللي كنتوا تواجهوها في هذا الميدان. كاين بزاف فريمون انا بليزور الاولى انا جو بونس سي لا بلوس امبورطون اون شغل ما يدوناش او سيريو فوالا جوغ سي سا كي تقولهم ان كام بور او سي تلبسي حوايج و سي بون مي نو جوغ فريمون سي سا بالك ما يعتبروش ميتي تاع سي سا جوغ في الجزائر مالوغوزمون هذا سي با ان ميتي بور او سي ان بلوس مي اون شغل اون جوغ مدابينا في لي زاني لام جايين يولي ان فري ميتي باسكو فريمون vraiment c'est fatigant il y a des personnes qui bossent c'est des talents et tu marches mais non genre qu'il y a des règles tu te fatigues les tournages c'est ça reste des heures le salaire est catastrophique en plus tu as genre la journée voilà il y a un salaire mais c'est ça vraiment genre Anna personnellement je pense même qu'elle pense la même chose genre tu as et tout mais après le salaire هل عندكم يعني ان سالير فيكس ولا تخدموا بار كاشي ولا كي تكون خدمه نو سالير حسب لو كليون واش داكور فوالا دونك لاجونس هي لي ديريكتومون تخلصكم ولا لو كليون تفاهموا معاه ولا كيفاش تفاهموا مع لو كليون ابري يجيو يخلصوا فوالا سي لو ماناجر كي بران شارج هاد لي تروبل. طيب برايكم هل المشكل في لي اجونس هنايا في الجزائر ولا في لي كليون لو بروبليم هذا تاع لو سالير؟ Je pense que les clients, parce que l'agence elle fait déjà que elle fait de son mieux parce qu'elle a des bons déjà que les matins avec n'importe qui genre vraiment le vrai sens c'est créer des clients les bien sûr qu'ils marquent l'identité pour garder notre image il y a le but de faire le web donc c'est ça je pense que mais c'est loin d'être l'agence c'est loin d'être l'agence c'est bien sûr le client je vais lui demander un certain cachet l'agence elle peut pas demander un truc de ouf ou ma atteint ça اكيد اكيد وقولوا لي شنو هي المعايير اللي يعتمدوا عليها في الجزائر par exemple l'agence ديالكم معها وشنو هي المعايير اللي تاخذها بعين الاعتبار قبل ما تخير المودلز اللي تابعين ليها باش ما نساوش حاجه جو كاين موديل تاع بوديوم كاين موديل فوتو كاين موديل كوميرسيال دونك il y a vraiment le choix دونك كاين عباد مدايين في بالهم باش تدخلي لهاد الدومين تكوني رقيقه طويله بيان سور كو هي عفسه اسونسييل اي سي الكا جوغ بالك يشوفوا اون جينيرال لي موديل في ليترونجي مي تقدر تكون كاينه بون يا با دو كريتيك حتى سمحي لي نقطعك حتى في ليترونجي دوكا نشوفوا المعايير تغيرت راني نشوفوا نساء بدينات غوند راهم يديفيلي ويديروا ويخدموا مع اكبر البراندات في العالم ما بقاوش دي كريتير فيكس اللي يخلو لا بيرسون ان بو با انتري لهاد لو دومين اي وحده حلمها تدخل لهاد لو دومين تقدر تدخل له من اوسع الابواب يعني باش ما حد ما يقولش. طيب احكوا لي كيفاش تحافظوا على جمالكم ورشاقتكم؟ ان بو دو سبور كيما tu fais du sport je vais sortir il faut boire de l'eau aussi beaucoup d'eau bien manger et aussi tahafd ala taline surtout bien manger يعني équilibré voilà healthy food bien sûr. سيرين كي تكوني تمشي فوق لو بوديوم واش يكون احساسك هل تكوني ستريسي كيما ميسا شويه انا مع الاول j'étais vraiment stressée en plus je suis une personne timide toute la vraie vie vraiment نحشم بزاف مي puisque في l'agence تاع المونا بلي كي نكونو ندفيلي on fixe un point avec toute confiance donc ma jatnich bzaf sahiba nsa w li الناس اللي حولنا très bien ou احكوا لي شويه مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش عاونتكم في الوقت الحالي vraiment on a bien sûr on est en 2021 la majorité des castings راهم يكونوا en ligne donc bien sûr qui connaît avec un Instagram ça aide genre عندك l'Instagram professionnel مالك تحطوا فيه لي photos les shootings voilà منها تقول ça va t'aider باه genre dit تباني voilà genre t'auras l'accès à Facebook d'autres غير par les réseaux sociaux وكيما شفنا بلي هي اصلا l'expérience تاعها بدات غير من les réseaux sociaux دخلت لهذا الدومين غير على les réseaux sociaux très bien وقولوا لي تقييمكم المجال عرض الازياء في الجزائر ما عندوش بزاف قيمه وجيسبر حتتبدل هاد الحاله ما نقدوش نقارن ما بين الخارج والجزائر باسكو سا ناغيان افوار كامل دونك مادا بيكم الحاجات نهضروا بسرعه على الحاجات اللي مادا بيكم يتحسنوا في الجزائر لو سالير
le salaire en plus, je sais pas, au moins on prend en sérieux, genre on avait comme يقدروا هذه نعم يولي un métier. Mais alors je trouve ça évolue quand même. كون نعاودوا نولوا genre en mais oui. Je crois trop l'intime mannequin, c'est encore pire. Alors donc ça va, c'était le hachement et tout. Oui. طيب ميسا وسيري وصلنا للجزء اللي يحبوه بزاف مشاهدينا هو دريسينغ. نروحوا نشوفوا واش جبتوا لنا اليوم. داكور؟ يلا. يلا سيرين نشوفوا اول قطعه جبتيها لنا اللي هي هذه. انا برايي تكمل لا توني تاعك. واش رايك؟ واش بونس جي بيان. جي بيان. يلا قيسيها نشوفوها مع بعض. تفضلي نساعدك. فوالا. احكي لي شويه على هاد القطعه. كاين فيها اون توش ماسكولين يعني فوالا. واللي شفناها بلاك شفنا هاد لاتوش دارت بوز كبير. تخرجوا لي فيست اوفر سايز لي كوستيم لارج اكسيتيرا. يعني شفنا لي بيس اللي فيهم هاد لاتوش داروا درجه كبيره ناس با اكزاكتومون. نحب ثاني لي بلازور ولي فيست كلاسيك. داكور. شنو هو الشيء المميز في هاد القطعه؟ Je sais pas, ça donne une touche classe le vêtement que tu lipses. D'accord. Et en plus c'est confortable. Donc tu généralement m'a من تلبسيها هذه مع une robe, مع un pantalon, مع من مع des jeans larges ou normaux يعني. Il joue vraiment bien. D'accord. On شوفوا هذه ثاني بسوي فيست. OK, نفس الشيء هذه سوي فيست كلاسيك. D'accord. هذه بالك لا كولور تاعها هي اللي تاتيري نو. Oui, couleur exactement. J'ai bien le noir, le blanc, etc. Très bien. Yalla. Chofou haja wahed okhra. Kain had la robe, elle est simple ou nhabha yani. La robe noire yani la robe noire ana bira'i lazem tkoun fi khazanat koul mra. Exactement. Must have. OK. Nlbsouha f n'importe quel événement. Ou j'ai bien yani avec n'importe quelle veste, une large. Pour les entoure le casting, tu as comment tu le porte? Est-ce que tu as une tenue, il faut le porter ou il faut le porter aille haja? On le porte le noir. Le noir yani chaque casting, il faut une tenue noire, que soit un jean. Yani le noir هذا معروف في le monde entier. يقولوا بلي le noir ça donne l'air que هذاك البنادم راهو sérieux. لا مانيش غلطان. En plus ici il y a ici il y a encore plus mec. D'accord, très bien. هذه اخر قطعه. مازال واحد اخرى لي كونفيرس نو. وي. انا شو ان فان دو باسكيت بصح ما جابتش اون بير دو تالون, جابت دي كونفيرس. انا شو ان فان دو باسكيت اي نسوم دائما كو سوا سا او اون اوتر اكزاكتومون تلبسيهم طول تان تمشي بهم سا في با مال بي اكسيتيرا. دونك تري بيان. شوفي سي انتريسون سي تشكيله اللي جبتيها لنا. تفضلي يلا نبداو بلي روب. واش رايك؟ عندي هاد لا روب. داكور. اللي نحبها بزاف. انا تاني مقبله غير شفتها في دريسينغ قلت لك عجبوني لي مونش تاعها شابين ساتير كسروا لو لوك هذاك بورينغ تاع البلاك لا روب بلاك الكلاسيك. دونك هادي على بالك مدات لها حيويه نو؟ بيان سور. Et okay. Une valeur sentimentale encore plus. Ah oui. Oui, parce que depuis c'est un peu plus en salle d'arté. D'accord. C'est pour ça que je l'aime tellement. Ça m'a rendu que des souvenirs. Avec, oui, voilà. Très bien. Je vous fais une autre chose, s'il vous plaît. Vous avez les vestes. Voilà, je vous fais les vestes. Ça, c'est ma pièce préférée. J'aime trop cette veste. Ah, on a dit une pièce. On a dit une pièce. Je pense que j'échappe à ma la tenue. Je pense à ma la tenue. Bien sûr. يلا واش رايك؟ شابه ماني شابه سوبليم. اوكي احكي لي شويه على هاد لا بياس. بون سي اون فيستون كوير ترافايي. اون بلوس جو ميم سي ان كارن اون فيت سامبل tu l'ajoutes, ça donne un truc, ça m'a un top le best dialect. Même had les détails les chiha ça change ou يعني had les vestes تقدر تقول لي يجوا مع اي حاجه مع روب مع بنطلون مع جين كسوا عندك سواري ولا في النهار تقدر تلبسها même blanc noir. وي نشوفوا هذه هذا موديل واحد اخر هذه شويه كلاسيك سي سا كلاسيك ان تو اوفرسايز شويه اوفرسايز وي داكور. هادي رايح شويه على ستيل شانيل. لا فوالا سي سا داكور. نشوفوا بلي فيها دي ديتاي هنا
حاجه اللي اثرتك اللي خلاتك تشري هاد لابيس شنو هي؟ ان فيت سي لي ديتاي سي لي ديتاي اون بلوس Je sais pas, genre ça donne l'air classe, tu vois. C'est genre t'es sérieuse, t'es là, t'es présente. Mm-hmm. Je l'aime vraiment, genre c'est une pièce. À dire quotidien dans la robe. Voilà, là voilà. D'accord. يعني حتى لا روب تاعها فيها قصه غريبه غريبه فوالا كلش فيها سي بيزار سي سا لو تروك اللي اتيري فيها انكور بلوس تري بيان هذه اخر حاجه لا ديرنيير يلا سيرين بوزي الكومونيكاسيون داكور بصح وحده فيكم ما تزعف اوكي ميسا شحال تقيمي لي لوك تاع سيرين وسيرين شحال تقيم لي لوك ولا كوش تاع ميسا Moi je dis genre 10 sur 10 parce que c'est presque le même. Ah, ça m'a quitté très bête. Eh bien sûr. Reste ça. 10 sur 10. Où t'es Céline ? Pareil, il y a du bonnet ses habits parce qu'ils sont originaux. Mm-hmm. Ou son style a du bonnet bizarre, puisqu'on a pas bien sûr, je ferai aller chaque semaine. ميسا وسيرين يعني كان الحديث معكم شيق جدا شرفتوني اليوم بحضوركم نتمنى نستضيفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه وعلى ان شاء الله وانتم مشاهدينا ما تروحوش بعيد لما نشوفوا كالعاده فقره شارع الموضه والفيتياغ اللي جدته لنا ساره عزوز شهدت العام الماضي تصميم بليز رواجا واسعا بشكل كبير وما زالت تربح هذا العام على ساحة الموضة لا تخلو أي خزانة أو دولاب سيدة من قطعة البليس سواء كانت بنطلون أو تنورة أو حتى بلوزة يملنا الكثير من الفتيات إلى تنورة البليس لتميزها بعدة خصائص بكونها تشعر الفتاة بالراحة من خلال ارتدائها وتجد كل من السيدة النحيفة أو الممتلئة نفسها عند ارتداء تنورة بليس لأنها تخفي عيوب الجسم وبهذا تمنحها إطلالة ناعمة وأنيقة يمكنك تنسيق التنورة البليس بعدة طرق مع جينز أو معاطف أو ارتداؤها مع توب ناعم وبسيط ومن أحدث صيحات الموضة في عالم بليس هي البنطلونات التي عرفت إقبالاً واسعاً خاصة من قبل فتيات المحجبات التي تمنح لهن الفرصة بالظهور بشكل محتشم وجميل في نفس الوقت وإذا أنت من محبي الإطلالات الشبابية والرياضية الأنيقة سارع بارتداء ملابس بموديل البليز لتواكبي موضة العصر إذا كان حلمك الالتحاق بمجال عرض الأزياء وتولي عارضة أزياء محترفة فما عليك إلا بالحفاظ على رشاقة جسمك الحفاظ على نظام غذائي متكامل والحفاظ على نضارة بشرتك وأخيرا والسر في كل هذا هو ثقتك بنفسك وبهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم موعدنا معكم الأسبوع الجاي سلام